عشان ما نعرضي انت مزيغ تماني ما تغكني وتما ثوم مينا شو عاد طاحب زيهم وكسدين هم مش تجي ذا ونزوانا مان كذا ونزوانا مان قفاكي هم يدار زي ستوديو سبع اخر مواجنة الاذاعة عن المملكة المغرب زي ارضات يجو قذي مغار يايث مثناغي كنا غسوي الزنق ومرقيا طبعا ربدا طبعا المهندسين الصوتين تقدا سوطس كنا غوتش مثناغ تكنيكو نزها دوك قبر تليفونة نوم مذوش راش نوم ومثوم كمال زاتي الميكروفون وتمثوم مينا شعاع عجرنا غنا راضي انت مزيخت قبر غنبدا البرنامج نتحيه طبعا المشروع الجديد يغاث كوا ذيس الاذاعه انت مزيخت وهو تمديد طبعا الفتره نهانا 24 زي 6 2020 ديج النهار تاريخي وهو ديسيري الاذاعه انت مزيخت ديسيري 24 ساعه 24 ساعه يجن تحيه تمقرانت مره يني ان الاعلام الامازيغي سواء اني دان سواء اني موثن اني خدمن اني كشي نتصل اذا عند مزيخت نتحيه مره سواء قين دياري تيرو سواء قين كين عاد سواء موثن انت يا احمر بالعالمين. ثانيا تحيه للمسؤولين نغماره خل البرنامج غا بدن وان شاء الله ادي بدا مش نيق نهار 24 دي 6 2020 يجن تحيه مقرنت المهندسين الصوت مره يكين غي خدمن وزي سني غاو من تقوض نتحيا يايث مثلا غيدا نتعاون غاو مرقية طبعا ذي التليفونات البرنامج مش تجي ذا ونزوانا من أذيري ذي التوقيت النص ذي الأسبوع المقبل حد المقبل أذيري زي 12 أرواحيت ذانيتا زي 12 أرواحيت برنامج أرلوني خدمات أذيري زي واحد ونص أرثنين أكوتش مثقوم مين شعاع إذا نتمنى ياسي الإعلام الإذاعة النغند مزيختي صورة في غزات وذي سيري عاد إن شاء الله الجديد ذي البرامج إديوكوان عشان نغنى راديو نتمزيخت برنامج مش تجيذة ونزوانا من ذي السور طبعا نختيم زيدا وين غانغ جنتيز مار تم قرانين ذي الظروفة طبعا جائحة كورونا ذقم صوضة كينغي ثماث سندي المغرب يجن العدد طبعا الأعمال الخيرية والاجتماعية استفدن الزيس واستنفعن الزيس المناطق النغنى الريف ومش قاغر بدا ذي البرنامج وثقين بوشن تدات وغاس يوديف قرفت طبعا كورونا ثقرفت ني مغربي النغ ايزوانا من اذن وشمثهم مينا شعاع تحية كني ومارة وتقاذي غين وجي واني كذي جان خبريد التليفون زي هولندا كذي المستشار طبعا نور سعيد بالقسمي يجان مستشار من بلدية ام سبورت فاعل جمعوي وحقوقي وزغاد تغى طبعا يحصل خلويسام الملكي إذا سيكشين الملك أن هولندا نظرا تجربة نسن 20 سنة للعمل الجمعوي والحضور والتميز ومثنغ والسيتي مغ طبعا إريفي النغ ذي مزيغ النغمارة من يمجان بنديران سنتوعرا وتصو وجان السفرة ديار قسن تموهنسن للمغرب زقليمان تحييغ ومثلا رئيس اتحاد المساجد المالكية سي عمر كونتيش ذل المجموعة كيسيجان زي سنسو مثلا غطاسي كيسيجان وخصوصا مثلا سعيد ولاد إبراهيم زي طبعا زي الإخوان نغرب دا زي فاسد ثمات طبعا النعناع توسن سوى الطاس الزراعة النعناع النعناع عند فاسد سيث نيخ ساسيث إذا تحية الساكنة أنت فاسيت وخوز جيفنسون طبعا الإخوة النغي كين غيرين وهو ومثنغ السي صالح إن تحية سوى الطس الأخ النغ سي صالح انتيت متل نهارة طبعا ثمس مونتي غيرين بني مدين للتضامن والتنمية إجن تحية ومثنغ سي سعيد القاضي إذا نضح غنيشة نغا هولندا الأخي نور مرحبا بك ثومة النغ سي سعيد نور طبعا إن شاء الله هذا كيشيرين لقاءات النغني ولكن نهار خص غادي تكشد يجن وصيفة نتمزي داوين يتجان ذي هولندا إثر جائحة كورونا النوعية المشاكل غاوم مرحبا أتمنى أمينة السلام عليكم إنسان غمقران إخوين كافة المستمعين إذا نيسران الضيوف إذا ملكي الكرام إن شاء الله نظام قرار زيروس هولندا زيروس سنتين انا ام سورت لندن سيتو دوس زيروس هولندا لندن تاريخية تأسس في القرن الثاني عشر لندن تصحن الزيت معروفة في قلاع ينس الأطوار ينس أمين غانا خصوص المغرب دي جاربات مثل مثل حطات
سيتي مش عارف كيف أكون دوش الفكرة نبدأ من توقع عند سيدي هولندا فيما يتعلق سيدي أو النهضة هولندا في إطار أن إبدال تسمى الجائحة حياة الكورونا إن شاء الله. قيمة كينغ سي سعيد وذموتي غو ذموتي غو ليمان غو مثنغ سي عمر كونتيش. سي عمر كونتيش مرحبا بك. سي عمر كونتيش اتحاد المساجد المالكية وطبعا نسبة للمذهب المالكي نتموه النغ المغرب. تفضلوا ما. السلام عليكم أمين الشهاء، أتمنى تليهم بخير. تجمد خيايت مثلا يحضن دي المدبارية وحتى خلي العيد مثلا غير يستمثنا غير غير حسان. بالنسبة للعائلة الحياة في وقت الكورونا خبنا متنا حياتنا ما كيس قليمان ولكن تعيش في الفترة صعيبة شوية. إلا بالنسبة للجيلوين وخاذ من 0.50 واكس جاء ونيت زاد جنك سليلين مش حافر 150 في مغالين واتي سنتا مزيدار يحن جان قلي 16 سنة واتي سنتا مزيدار. إذن بعد ثازمم الصلاة ثازمم المساجد زاد جان ديسن سدقال علي من عما شوية بالله في مزيدار ذا المؤس سد الجمعية المساجد دي باللعب. نعم. علي من وادي السفر مش نقل نشت باللعب لكان يساد وذا ولكن تغكني وفي حوار وتواصلك طبعا الحكومة الألمانية. نعم. وثانيا شي نعظم الخو نعظم وانا رمضان العيد نار رمضان صلاة العيد زود نسي وضان ديفار وشي ناس البلد يتمنى عزد نيموشان ستبعود المواصفات ستبعود ليك ورجني كوش خون غني. نعم. وثاني نمشي نخش نكتاز زي صلاة العيد إن شاء الله نمشي نزاد ديال الخو وبدا نزيد ثلاث صلوات بين الفجر العصر المغرب. نعم. خواني ندير صلاة الجمعة بشوية بشوية شوية 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 ولكن المشكلة غانغر خو ثاني زيدت غيكسين مثلا 500 خو 10150 يوقع ثاني يتصل مناقشة بالنسبة للصف بلا الشغل ما الصلاة يجوز ولا لا يجوز بعض العلماء ما قالش لا بعض العلماء ما قالش هو بلا غتصل المشاكل الحل ولكن الحمد لله شوي 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 تبنى المتاحة تعقب على حياة الناس ولكن بالنسبة للمساجد اللي تغوي تعيشن تبرعات يغوي تعيشن المساعدة للمنخرطين ينقصنا الطاس ينقصنا الطاس المدخول ونقصنا الطاس الأنشطة بالنسبة حتى تغوري بلاد ثاني حنا جانا اللغة العربية يعني القرآن يغوي هو كيبوش الشغل إذا غاسن مشاكل تنعاشين التمويل ولكن دين بعث شنو الدولة دين بعث الولايات وش الدعم تعاون تيم زيدا ديني ولايات المانيا تعاون الدعم تخدش كي سينمان تفاوت المصاري في غاسل. نعم. ديني ربعض مثلا شنو الامام خد سنت ما تبغى تاخذ سنه سبيل الله هذه قيم ديال الداني غوني تبغى تخدم في الدوله ديني ثاني ني توقع الجمعيه ولكن شي غاغ المساجد توحسب شنو الجمعيات الجمعيه ما راه خداما تغبو ذات الشيء على حسب يخدم شحال 9000 يورو 15000 يورو 30000 يورو بالنسبه للشروط ما غاش ناس العمل لين شبعه الولايه دعمت شنو هي سما يجي فرانكفورت دعمت مزيده وين ديريكت ولكن خصو الشروط مش القانون. نعم. خصتي الجمعيه خصتي المسجل بزاف د الحوايج خصها كاينين ولكن واحد من الجنبو بلا المساعده وثاني وقع شي تغير حتى الاذان تبغى شي ناس يدير صلاه الجمعه ولكن ديال الجمعه تبغى تدنن تسبوق مره تسلم ولا شي واحد يتعين يتمنى الشغله. نعم. الا وقع شي تغير يجي الفرصه تبقى في مسلمين وقتها مغربيا غادي ندير المجتمع والايمان وغادي نحارك وغادي بدا تراجع من عين الدوله بلا فين جديده وين خصها غنتي خصها ماشي عشر مسلمين يمار المواطنين الجيران دا مسلمين واحد يقول مسلم بلا ديجي فرصه وفي غير حتى السياسه والايمان تغير حتى الحكومه حتى يودان بورتي غيجي نحاش تقفل مال العالم وزعما سي تقفل الايمان يغرق في المغرب يغرق في العالم كامل ومارو نيو فين يجشا يقى يسعد يعجب اسمها ديري وضن دين الكمامات خير الكمامات صدقنت انت دين بعث دين الافطار دي رمضان سوكشين الجيران دين بعث دين جاتو تقدان ديود الوايز المالي والسورة دي اللي مالين ماشي دي اللي مالي يعني الحمد لله المجتمع ذي التسامح ذي ثم عوانت وخا ظليمان نغدم سرم ماشي مشكل كيف ماشي مشكل دوا التعايش نعم وثانيين حتى العمل لا اما خسر يضيع شوي بالله خوارمي جمع هو التسعه ودا هو التسعه مزيده لان ودا مغان وتبغى تسعه راه مزيده تبغى تكون بولكين شتا مزيده ماشي شنو مزيده للمغرب تبغى تعيش الحياه جمعاويت مرقاني ودا دايس الانشطه كل فقيد الامام يخسر يعزو في ودانا بالتليفون خاصني نستقسى
انسقسخ يودن مدسني وقعا انسقسخ العائلة هنسن التصميم يودن دسن اميخ وقع الحصاني وقع دسن كئابة وقع دسن المشكل ربعة وبدن واخد من المشاكل الأسرة كتانت إذن القيمة كينو إنا مرة إنا مرة التداعيات طبعا جائحة كورونا إذن يتغي ما تم زيدة وليمان تخدم سجن الطريقة أنا حغا فاسيت غا ومثنا زقليمان ولكن أقصد قليمان بيس نتفاسيت نتحية طبعا المسؤولين نغي بدن ذوق يارا طبعا كورونا سواء نزق ذبي بنزير مخزن زي وزارة الداخلية ونهارا قنغك فاسيت وزير الداخلية بيس نتفاسيت التحييغ ومثلا غسي صالح القاضي مرحبا بك مرحبا بك جنة تشمات مخ أمينة شعاع جنة تحيي الثاني تيان إما زي غرباني مجان دي فماغ العالم نهارا قاكني ودي نوجي ونغسي بالكبير ياك ما راكش في الطريق راسي الكبير راكش في الطوموبيل قال الطريق راسي الكبير ان شاء الله مرا يكتب كنوسي دار نوايا النص نعم يجي تحيه مع الراي المغربي الماني مجاني يجي تحيه يسر من العالم السنتي وتحيه خايف ما تنطق التقني اللي كاين ديال القصعان في البرنامج ينجح ونتمنى ان شاء الله مستقبلا امنتني ب 24 ساعه ورغبايت مع راي تفاحر بزاف راسي رجلي دعارة نشي بانتكات سير بانتكات نتشم يجي الحاج يشري في مزيغ المارة مرمي ما تخسى تعزم ما تفهم أول انت مزيغ أنا في مزيغ متابعة محمد أجا تتف من غسي ولا تتف من غسي حسي تتف اللغة نخطة في رسمية للإذاعات طغل ما يطغل في مزيغ مرمية أنا الحمد لله يوسف مارة مفاحت بزاف غير توقيتنا مش تجيضة ونزوانة ما نذي دور غا 12 زي 12 واحد يعني واحد نوم نعم اي توقيت لياهم ولا لياهم باللي راح يجي دعاء انت ما زلت بنت كاتشين بنت كاتشين الحمد لله الحمد لله الحمد لله من غاثيني ذي الشهر تفاسيت ونهني نقص حساناش وطبعا تحييغ ثاوى تفاسيت خل عملي في الجيم ذي الظروف ان كورونا يجي العمل يمغى وقاس جمع ميجن العدد طبعا 12 والتبرعات التصن القفاف التصن بدن يستفدن ونهار السجادم اتعذر ميجن مبريد ذي فاسيد جد تحية مغا يجب نفق ذي فاسي في الماني ما جام من دم غيني قسم روح تضمون ذي فاسي في ديبان دي جائحة كورونا ففاسي تغا جان فاوى النص ولوني دي جائحة كورونا فاروى فاسي دورين بغا فاسي في مارة الحمد لله يمكن ولكن باش نجي نزيد فاسيس واش كاد الجائحه ديال كورونا يا راه واش تجي في يا راه في 88 ما نقصرك الحمد لله هذه فاسيس راه مبادره في الطاس وتجي من شتوها ما يمينش تقريبا تلقى الطاس من شهر ديال فاسيس وكور شاع قال مبادره نتوحد وجمع لي يمكن نهائي 12 وذين يرد شاع عاد كنجمع ندير شاع جمع يمكن نعاود كتعاود الحمد لله كورونا الجائحة تعرف فوضى بخامة ولكن الشيء بالنسبة إذا أردت فعفيت كورونا تجمعنا تسمونا نخرج حاجة تصبحت بالذات سيتي مغ طبعا نسدار العوايد النغ نسدار الدين النغ نسدار ثويزا إخي عيش عريف النغ يعني تغار بدا تمعاشان بدا غاسن ثويزا يجن الشعار تغار تعيش نديس سيتي طبعا الجائحة يعني كورونا تسدار كي الشاح دي طوموبيل يا زودن غي السعدو شان السلام مرحبا به كاين خداني تيومات مخصاعة دارة تزيدا وين أقيس صوتيور خوي سعيد سي سعيد رئيس اتحاد مساجد مساجد ورئيس اتحاد المساجد رئيس اتحاد المساجد سي سعيد ولاد إبراهيم مرحبا بك أبي تفضل مشكورة يلا تصير تمني غاوم تمني غاوم يجن ثم راحيت غاوم مثلا غسي بالكبير انتحيات السانيتا وظن غيس كيش انتبارت نواتاي كيس شن حلويت نغا مرحبا بكم الصوتي يقوج الطاس صوت النشي يقوج الطاس وغالي دو قد حقيقة صوت سيوه ولكن إذا غيج التحية واش اش نجات ندهد الطوموبيل القلم وتبات قلم بالقصدية تنام مشكلة وفيه الوضع قلم طاري اليوم نبقي اللي كانت تصرى وضع نتحية شكريش من الناس نتعرف الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ذو متين
ان شاء الله ثومتين الله يحفظك. ابريد نسرمت يا يثمثنغ سواء ومثنغ سي صالح القاضي ولا ومثنغ رئيس المساجد ومثنغ سي سعيد تقول لي مان سي سعيد ولاد ابراهيم طبعا زكي وداني تسرني الاذاعه ويتمع وانا كي نغطس نتحيث نسوطس نعقب غا هولندا ربدا قنغا كي نجيو نغي عين زن وبداك وتمثوم مينا شو عادو سدين وم مش تجيد او نزوانا ما نقفكي وم يدار زي استوديو سبعة خرمواجنا الاذاعه للمملكه المغرب زيار باطور بدا انتهنا الاذاعه نغنت مزيخت وانتهنا كل طبعا المتتبعين نغديم سحسن نغماني مجان ذي ثموران دونج سواء غدا خليث ماه النغ وريج ماضي ومان خل مكسبنا 24 ساعة آخر 24 ساعة لذا عند مزيغ تتبدأ مش النيغ النهار 24 زي 6 هذه ريج النهار تاريخي باش اتبع الإذاعة نوم وذا يستفم جميع البرامج تذ المحطة الأولى زي غنبدأ ولكن إن شاء الله ذي مين ديوغان المسؤولين النغ ذي مدبان النغ أذيرين عاد زيادة البرامج أذيرين هذه نتص المسائل الجديد يلا هنبدا وبعدين سيدي ربي ديك الخير ان شاء الله تحييغ ومثنغ زي هولندا تعقبغ ومثنغ سي سعيد نور سعيد بالقاسمي مثل الحسيمه ومشنيغ عضو مستشار دي البلديه امسفورت شحال غاوم المساجد دي امسفورت وما مش تخدمم دي المساجد تمزيدا وين غاوم دي امسفورت هولندا مرحبا ازيكم زي جديد قلت نام سفورت مثلا داك نيم زيداوين تيمغرافيين نيم زيداوين تيتوكيين يعني مجموعة طبعا زيداوين نيم زيداوين تيمغرافيين خاصة بالجالية المغربية وطبعا يسادوها الجالية المسلمة بصفة عامة والجدين التركيين اها إنا مرة تيم زيداوين ممش دعم نسن ممش خدمن ممش اللقاءات غاسن تاع مع وانت غاسن اك الحكومة الهولندية بالخصوص ذي الظروف نجرح حتى كورونا طبعا وتمتنا أمينة المستمعين الكرام كذلك قوف الدين شعان ثلاثة اتخذت السلطة الهولندية مجموعة من الإجراءات يعني طلبت السلطة الهولندية مجموعة من الإجراءات طلبت من عامة المواطنين انه التزم سيد الحزمه تنقرا الاجراءات الاحترازيه احمد حدن زيد انتشار وباء كورونا ومثلا انهم يبينيها يعني الاجراءات يعني المساجد يعني اسوه بجميع المعابد والكنائس واماكن التجمعات الكبرى كالمسارح ودور السينما مثلا زيداوين وقاسمين طالب دسن السلطه الهولنديه البلعنت لاسباب يعني طبعا صحيه بالمجلة يعني التزمت فعلا جميع المساجد مثلا المزيداوين غنابة كنام سفور طبعا المزيداوين التزمت بقرار السلطات الهولندية وعامة المساجد توزندا في هولندا تقريبا كلهم يعني تستجبوا لنداء يعني السلطات الهولندية وبالعند في ورونسنت يمثل من احنا أدسنا بالزرجن زي سني لحد يعني قبل اثناء الجائحه يزيد شهر رمضان لمزيداوين استنبط الاغلاق مثلا الى غايه يعني لقد تقريبا شي مرتين في مدى زكوامي رئيس الحكومه الهولنديه الناس انه من ممكن هذا الزمن لمزيداوين ابتداء من 1/6 ولكن ديري العدد المطلين لا يتجاوز 30 مطلين وابتداء من شهر 7 1/7 يعني كخطوه ثانيه يعني ممكن تتم تمزيداوين اثمان الثقل الاستيعابيه المصلين لتصل يعني 100 المصلين يعني داخل المسجد الواحد وطبعا يعني المزيداوين تعين في الدور ضم قران دار الشيغان هذاك هولندا الدور مغا تجمع جميع الجاليات لا المغربيه طبعا كجاليه رقم واحد دار هولندا والجاليات المسلمه كل شيء اذا تجان جاليتين لان تعين في الدور مغا وطبعا يعني الاثر الجائحه يعني كورونا خمس المندا تمزيداوين ديز الاثر دمقران خصوصا شهر رمضان شهر دمقران شهر البركه الغفران شهر يعني القيام القيام شهر الصيام والقيام والتعبد والدروس و مامش يعني مامش خدمن سي سعيد نور مامش خدمن مغربيين نغدي الظروف طبعا يتوغاثي مزيداوين قاكوا ان شاء الله هالزمن شوي شوي مامش خدمن ديال المحطيه وما النوع المشاكل اللي غاس النهار ايه روح هادشي دانيتين امر اغلاق يعني المساجد
الحمد لله القائمين على جل المساجد المتواجده في هولندا وخاصه اني غاني ادنتين ديانسفورت وعلى راسهم الائمه يعني ازمني جوفريد يعني حما التواصل المصلين غادي تسن يعني قيمه مثلا خطب الجمعه الدروس يعني طيله ايام الاسبوع الى الجانب قيمه استمرت يعني على الهواء مواعيد يعني قيمه كذلك على الهواء يعني دين رخميت حما يعني الغطاء النقص يعني للأنشطة إذا تبدأ تزيد وطبعا النشاط الأول هو أنه العبادة قمت بمجموعة من الأعمال الخيرية قيمة كي نغرب ده الأعمال الخيرية طبعا أنسن دي هولندا مني وقع عندي خصوصا دي البلدية قنغ دي هولندا أمس فورت نقنا بريد التليفون يتمت نغسنا كي نغ شاشن خو بريد التليفون برنامج مش تجي ذو نزوانا ما نكوش مذهو من ناشو عقاي الدار يمكن ترغام غازير وزيرو 212-5-37-70-97-86 نغ 00-212-5-37-26-40-06 أدعو ضغط تليفون 00-212-5 ونيتان ستوديو طبعا وبريد ناربط 00-212-5-37-70-97-86 نغ 00-212-5-37-26-40-06 إذن أنا عقب غو مثنغ نور سعيد ومثنغ نور سعيد جمعنا التصن التبرعات قلنا التصن الأعمال الاجتماعية قلنا مواقع قلنا فيسبوك قلنا مواقع جارسن قلنا واتساب يعني دي هولندا دي أمس فورت تغى نفس العمل إيه طبعا وتمثنغ أمينة نمزيد وين دانيتين قمت نفس العمل يعني الأعمال الخيرية عمليات جمع التبرعات لفائدة المعوزين يعني سواء داخل هولندا تبرعات التي تم يعني إرسالها للمغرب تقانيز عدد الطاس نمزيد وين تنتج واجب دمقران نمزيد وين جمع التبرعات وشين تنتي إني مغجاشي إتحاب اللوجو إني دياورن زي الحروب زي سوريا زي الأماكن النزاعات الجان إدوشين دا مثلا غازن دينتا كانطون طحن غاصن تاوي نسن المكلة مثلا لأن المزيدة وين يتنظمت كل شهر رمضان موائد الإفطار نعم روحة يعني تعذر يعني تنظيم النوع يعني الموائد الإفطار الجماعية من جينت يعني إذا عدرت المكلة سوجد المكلة الحلويات إلى إسقاذن مثلا يوزانا روحة جاند يورن زي الحروف أماكن اللجوء أماكن إيواء اللجوء إسقاذن الناس المكلة ديني وقال المثل يوزن الجن واحد السن لأن غانا غدا تنتشوش بأنه غانا غدا أفراد الجالية من الجيل الأول اللي مساكن قانت واحد السن وغاصن حد مثلا الأبق واحد وغاصن حد مثلا وغاصن وغاوينات كيم من يحتي هولنديين وما مش غزال الحكومة الهولندية غمنية سبحان الله تاب نقطة إذا قاد غاسة وتمثنا أمينة يعني نمزيد أوين نمزيد أوين كان ماشي كان رخايا يتمثنا غير مسلمان وهاي مغربيا دانيتي نغيني غناك المغرب يعني نمزيد أوين قمت جلوات دام قران يعني السلطات زعما وشي ناس تما وشي نزاج نسلام يعني تحية إجلال وتقدير يعمل المساجد لأن يعني إذا تقادن الهدايا مثلا الوجبات الأكل وخاصة الحلويات يعني معروفة به المغرب يعني الشباكية ملايين مغربي النغ تبارك الله بالنسبة للدعم إذا تقادن الناس المكلة سبحان الله الأطقم الطبية من الممرضين والأطباء الجندة مراكز يعني إيواء فعلا لأن يذبي بنتو غوات ربقو حنشات غيمان ديني مساكين مش نو نعم ديني نعمية تسمى عاصلنا ريحن شوية طحنا شين مكان خاص يعني أوطيل نغ مكان إيواء ما يتيحن وخير ضيبنا الممرضين وخانيا في كانسند يعني مثل منا في كانسند القائمة في المساجد كان ديوزانا راح نغاصن قين إشارة طيبة راح أمام كبريات يعني المراكز الصحية إذا نتين بنافتات القرانين يعني تحية لأطقم زعما إذن الصدى إمغاء وحتى السلطات الهولندية يعني تجاوب كنا في منايا الشيء ذاك هولندا تقريبا جميع دي العالم من يكبر أغلبية يعني مواقف الحافلات
قيمة كينغ ومثلنا سي سعيد قيمة كينغ عشان نغنار ذي انت مزيخ تحية فعلا الأطقم الطبية ولكن يوض الوقت نتذي ان الدهار على حساب ثين الدم نربط سلاد من غازي وثن. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. عشان نغنار ذي انت مزيغ سحسن بالتدين الدهار على حسب ثين الدم نربض سلاد من غاز يدسن أذي قبر ربي تججدي ثنوم سماري وتنرجى ذا البركة والبدا أكو جمثو من شعاد وسدين وم مش تجيد أو نزوان من ربدا أور النغ طبعا نختم زيدا وين ذي جريح كورونا طبعا يمخون باري غاسن نقيم ربدا كي نوجي ونعزني كذي جان زي هولندا ومثنغ نور سعيد بالقسمي زقليمان ومثنغ رئيس اتحاد المساجد الملكية سي عمر كنتيش زيد فاسيث طبعا ألمانيا هو ومثنغ صالح القاضي أدعقبغ ومثنغ سي صالح القاضي. سي صالح القاضي مرحبا بي. نهارا ممش ثقات طبعا وكني وتعقب مغاث مزيدة شوي شوي ممش يقاش شعور نوم وممش تسام ومن فرح تغاوم وكني وتعقب مغاث مزيدة وين غالي ان نتسن كل جمعية قليمان إلا وغص الجمعية إلا تساوي تمزيدة ومن طبيعة الحال نشين تمزيدة وين من دمان غيشن تفرح تمغان ومعاد من تمزيدة وين وتكفر في رمضان تو غادي جاسين ديال وين شي وجبد ومن رمضان تو غادي نمت عدا ثاني تقول لي مان فين جيبا وين تبت بالله عند تقريبا ما تعيش عزله اصيات ناس المغنيه كي تي تعيش بالدين طولي ما بوك غالبا ما اطفال نوضات مشي قال الذي مشي داوين وغاس بو بغا مشي قال الذي مشي داوين وغاس بو صلة الرحمة بويا غالبا الذي مشي داوين بوك جا غاف رقاوي بالعند جا غاف يموتان الاماكن العامة مي غاف سيقان بالعند جا غاف في مزيداوي بالعند نفسهم يتمج نفرح تبغار خو يتمج نخ يوذان طغا كنظم بزاف طغا غاف كآبا على حسب منايا الحمد لله نهار الحمد لله ونتمنى نتعاش من راضي المغرب تمنى تعيش لك المرضى ما بكيش تعيش لدانيتين كل المغرب ويقول شا العدد من يوداني ظاهر كنقول لي مان ولا اني نتمنى راني هنا في مجن الخبره بسم الله مرضى روحوا اجباري وتجيبوا ضروري كيف نتعايش كيف محمد في بيت جا نتمنى راني راضي المغرب هذا بعض من تيم جديده وين نتصور خضاع عما قريب ان شاء الله ان شاء الله ثمانا ينسي تيم ونتحيه طبعا نتحيه ومثنى الخضير ساي ساي قولي مان تمني غمر يخسى غانا غياوض غار الاذاعه يمكن ندير غاغا 0537 70 97 86 نغ 0537 26 40 06 ودع قبغ وليمان غا عمر كنتيش. سي عمر كنتيش من الإكراهات غاسن المالية والمادية بالخصوص غا في مزيداوين نهارا وما مش غا فكن أم خنبورة
سي عمر هو بنادم يتعيش الاخت هو بنادم يتعيش تولي بتبرعات ثلاث الجمعة وانا ثلاث الجمعة جمعة ريشارج معان تغادي نودن ولكن مش مهم تولي الخوي يا ديني ودن تسكن الخوبر قال كونت ديني ودن تعاون ديني ودن بالله ينقص الحال الدولة الدولة نهار الدولة ما مش الدولة يعني الدولة الألمانية الدول الدول الدولة الدعم النيغيتي الشن بلوات ونوات سوف الدعم دعم يا استكار ثاني الدعم النيغيتي الشروط ماشي أي تمزيدة فيها ثم الذين بعد تمزيدة وين وقعت ودن تجلي بالله خدمن مهني ذي ذي الولاية جيت نجسل دور دورتموند بس الولاية مية وهذه نعيون نشان نشين غير نقول من ممنوع الدولة تعاون دي الدين الدعم دي الدين نعم. ولكن دعم الجمعية الجمعية ما لغاش يخدم للولاية هيس فرانكفورت دعم المساجد كل ولاية غاسل على الحكم واحد اللي باه انت مزيدة وانت مزيانين اخاف انت شوية تمارا تيني تبغى تخدس نشرا تيني تيني بعد تبدا بلا هاردك ونيس نشارا بلا تخدس نشرا شان تحاول تخدس يا تخدس شوي شوي تيني تبغى تراجع شوية زي الاخوة انت مزيدة وانت مقرنين اتعاون تيني هم زيراوين بلا انت عذرا انت بقولنا الحمد لله القضاء انت نعرف الشغل ولكن محدودية التمويل بلا شي خدمة الشراء شي خدمة المصاريف سواء زوا تيلي شاوا زما تيلي غير خصني لي الشغل غادي لي صالح ولكن تمنى جارا غير خصني ازون زوار المساعدة جارا والحمد لله قدي نمشي نتعاون تم وهنا نتعاون المحتاج نتعاون اللي تحوج نتعاون المساكين نعاونوا التنزيل ونقول ايمان ونتمنى ان شاء الله في الجيران وانت مقرانين المسؤوليه خديني مزيان بوكي ولا تنيه مزيان غاد الانشطه وتيني يتكرز الخو شويه بوكي تمني غسي سي عمر كونتيش والإخوان إذا يتسران زقليمان السي صالح القاضي ولو مثلا غسي سعيد ولاد إبراهيم دي أثمون شوية تاع الرأي وديري جن يعني جن التويزة جن تمعاونت وديري ربما بعض انت مزيدة وانت مقاين انت مزيان يمكن هذا فنكين نغني ربما مرمس فهمن رؤساء مسفهمن يوذا النغ باش ديري الصالح العام قبر المصلحة طبعا باش تيري كذا الرئيس نغد المسؤول ذي مزيدة يوذاني التراغان غار التليفونات يقريو مثلا وانتقض غات بو تليفون ولكن تعوض غنمرة واث الإخوان نغ ديني النمر النغني قيازم 0537-44-74 مردين شان التليفون ممكن كمال يقريو مثلا كمال لنو جيوني نو كذي قمم كنغجن التليفون يبد غانغ ألو ويكينغ ألو بدا قاك ني وكوس الدين وم مش تجيدا ونزوانا مان الو ويكينا الو اهلا السلام عليكم وعلى حسب الوقت من البرنامج هذا نغثواد مم ثلاثاني نوجيون والتوقيت دروست والطحن ان شاء الله سيمانة ديوسينا دي ريزي 12 واحد بدون قطيعة لا سبوت ولا لبيبليسيتي ولا الاخبار يعني لا الاشهار ولا تشحال البرنامج يصفى زي 12 واحد تفضل سي تحية اصحاب تفاسيت مرحبا بك الوقت حاجة السلام عليكم إذن السلام خمارة وكما جاند استوديونا هلمز نعاود كورشير لا بعانت مسرين مهمين بزاف هنت نستعدى وارتور خذوك تشدانا أولا بعد التحية مارة احني صحاب الجالية نغاز قوسر يعاون ما تسند هذا المغرب ما المشكلة تغاش دي التليفون لشي لقان علن ترين التليفونات وانا غوي استرزان لا يتبلع الأخت والسين أخوة السين ماش نصار دونك المشكلة التليفون نعم تفضل يتبلع روح عن بعد خمي غاي كمر وشاشة ناخس نصور خمي غايني قاش تليفوني نو يعد جمت كورشي مني توقيعا ماش نصار وخا أنا حيدي من أيام أنا أدفع الموضوع الأخت حاجة الأول نغام نتشكى عايز مفنخ يعاون نعيش ما تسمع الرهاص بقول ساعه ينتجي عاد الضغط فيها ست مغات من نغتي اللي بدا ان شاء الله الاخت حاجه اذا مغيني خمر عاد نجمع الحصه تاع 300 مليون سنتيم دي فرنغا ساعه سي تاع 10 عند الشوازي الخارج 10 شهور تاع 300 مليون سنتيم مرحبا كاش بقول ساكور بشاي جمع دو حدث خصي بان رشاد دار ندان كورشي مليح وزيدوا له جرعه النير وهيك كان زانيتي الدرم تاع الدرم شنو بريد وجرعه النير وهيك كان درت شويه كل شيء عبد النير بريد النير
جالي يسمح المخزون قال لي في فتره والو اذا مزروت مزروت سما مبروك خاو مبروك نيت جد مزروت سما يجل انجاز عدرن تيم دريم عدرن الحادثه كافي مشان ما جيش نتثبت شو امان عدرن تنقاس من وعد ومشان ثمان تسعين شد فاسد الحمد لله إن عم تخاف بشو هو من تسعينين وانت في ذرة ولا ذي زيادي سعدنهم وزايدون زانيتي شن محسن اللي تشاين ونش مبوحفورة أثني أنا عبي ذي عرزق الصحنسن إني قاعد تقنتي مسرايين براما زي سراغانة السيور نتشحان لقنت شن ونوسن يجيني وغاد جير تيريسو زيرين وسن تيويا تيري غاش نحبوز بيت المشروع شوات الحار زمان جنانو وغاس مغا جنانو حتى إني قان يعني قان قفاني اختا وذي سبول إشارة إنما السي الخضير دايسي جن تشجيعي ويا ويا باش يوذان اذ كان اذ محمد جارسن اذ قلنا ثنفسشت اذ كشن اذ عاونن يعني ماشي نكاكتا حجن خانوس نقين المحسين انا فاهمين اذن عذر انتي مضرين عذر اني بريدن عذر اني نوثن نعم وعزي مضرين زينا قلنا دينا نوق رفا عدن دينا بريد مارا شنطاون عزيزي وسيسا محمد حمو روحوا كاد جمع مارا تعاون الحمد لله الحمد لله تقنا السيما يبريد نجوا هاد جيسيز غير على حساب الوقت الله يعطيك السر واحد الاخرين تخليك اخويا هو كي يستند وجيسي كيما راه دابا لقينا نو عاوز وخا غاعم زيزان محسن انا راهو ميم المروز شنا ماني ريف مزيزان ريف الجيران ني غاد شعلنا قديمي وسنتا مزيزه وغا شنبوا من مساكين جات تاي من زكوا من سالفه تمني غادا مقر لقاء اخ فاسيت لا انا غادي نجمع هذه الجلده كامل من بعد غاكي مسيو ان شاء الله غاهم داسر دي النيدي أنا مدوش تاريخ معنا من دار شخص نكيز نقولنا في خصوصا وشريها التزدانيتي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إيشو راغب إيشو راغب يلا بغيا رهرشة دي كان الحمد لله نشيرو أخشى ولكن ذلك إيشو راغب تقص قد دارين دار سوشتون هذا سجون دين دي ستوديو أستعوذ القرنع لاني تيغانخ اليد العاملة شنت فاسيس وتبدي رجي فجاح ترجي نبني وتبدي نكام روخا ديها وما بغي يا سي حبير خريح الوقت أخزار أخزار نعم مو مروان يخوى روالي شو مين خف تغس اللي دي يخدم دي الفيلة أو دي البني واسو سوف مبيك فاسم داس نيجن طبيعة هذي سوس قفاس نازي حكي غي حذا البالان يقتصابان يغترزين يخدمنا يخدمنا يخسد أذخدمن قم مكشاسن الحق أذخدمن ولكن تقن الاحتياطات تقن دي الوسائل الإعلام دي التلفزيون دي الراديو هذا مسحني فاسن سدوا تقن قمون سن تشمانت صافي عافاك صحيت أحجر الله يرضي عليك سوسوفن قفاسن تحكاني تحذى البالار تحذى السبا تحذى تونزنير يتحكى في الطوينس يتكيات سوسقين زيات الله يحفظك خطير بزاف عافاك الخضير سايساي زيد فاسد زقليمان مع الأسف على ويقشون كمربو وور بعد الدفع ان شاء الله ثومه النغ اديري غان غليقات اكفاسيت ديس الطسن الجاليه ديس الطسن وداري الجندي ثمران دونشت وكشينا الطاس طبعا المغرب نسن وسبين ثم ثنسن المغرب دي اجمضي ومن اد عقبه غر ونوجي نوسي سعيد ونشين تقابر نقرب ان شاء الله باش نكمل البرنامج ومثنغ السي سعيد نور سعيد نهار مني دائغه تنيد طبعا وسريد منطقه تفاسيت من قين قين يجي العمل يمغى ونتحياثن طبعا عذرني بريدن عذرنتي مضرين عذرن الجرادي عذرنتي مزيداوين المدارس يعني خدمني جن العمل يمغى ذي تشورث مارا نتفاسيت تمنيغ عارف النغ مارا ذقن المبادريات شنا وتصبح سوطاس تفضل سي سعيد ليش اه طبعا تشكاهات تعمل السلام ضم قراني وذانا تعمل يجي المبادرة تعاوني أي ثمسن تفكان أي ثمسن جي يعني جي وقت شديد زعما إذا أنا تسعة سن سمة شهري زي الصباح تجيش والله العظيم تشرفتي وذا أنا صحيح نعم إيه والله زعما هو خدماني لأنه قد سولو تطولا دي هذا مثلا الزغانة غيرتي مثلا جين دين تما يتجيغ الأمس فورت مين تقى سبحان الله تسمى ميدو فال المهام الأعمال الخيرية مين تقى انت مزيدة وين انت زعما الإجراءات الاحترازية يا جايز إذن مقطع الآية زي سورة المائدة الآية 32 على ما أظن زي سورة المائدة
ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ترجمت اللغه الهولنديه سبحان الله تقريبا اكبر عدد ممكن زي اماكن وقوف الحافلات ما يتبدل طوبيطاس تكسيني وذان لازم نشرش نعجب ترجمه الايه يا سبحان الله اللغه الهولنديه. شوف شوف الجائحه يا كورونا سبحان الله العظيم وبحمده يعني المحنه ثم غاده يس ولكن تو غادي يسجل المنحه هو رفع الاذان دي الدول الاوروبيه كيجن العدد الدول عن الاذان والدنن دايس ونهار ومثنى سي سعيد يسفرح انا سي طبعا الاخ النغسي سعيد بالقاسمي نور سعيد مس الحسي ماضي امس فورت الناس كين ترجمه لايه قرانيه كريمه ومن احياها كانما احيا الناس جميعا اللغه الهولنديه ايه اللغه الهولنديه على المناشيره زعما اماكن الوقوف الحافلات وزاني عجبتنا الطاس ونمشي كي نترمل هذه وبدا نبدا نعاود احنا تسنن وهذه الطريقه احنا يعني التعريف ديالنا غير وزان غير المسلمين سبحان الله سي ربي ينصر هذا الدين سبحان الله. انا روح هذا الدين في هولندا اللي غنقدم نزيد وين تقريبا 98% 99% باللعوه خازي واحد ديال ستات بحال 32 يوزان ولكن يوزان ديال عدد قليل جدا وعدات لذلك نزيد وين كل شيء قيمت بالعند دار واحد ديال سبعه ديال واحد ديال سبعه غادي ياخد مجموعه من المساجد نزيد وين هذا زمن اذا يعني اذا هولندا غسير الافتتاح نهار واحد ديال سبعه ايه واحد ديال سبعه يعني اتف مساجد الداخل السياحي يعني ما كان شك ديال المجلس البلدي يعني ما التهيئات سوجدا نهار واحد ديال سبعه يدقنت مزيد وين استعدادات طبعا وصلت زعما وصلت الاوامر وقع عمليه تنسيق داخل يعني بين السلطات المحليه والقائمين على المساجد بوضع يعني مجموعه من الاحترازات يعني وضع سلطات يعني الصحيه زي الدواوات زي لي موكيت زي النظافه زي التباعد زي كل شيء زي التباعد الاحترام الطاقه الاستيعابيه قبل المسؤولين يعني القائمين على المساجد يعني احمد سهرن خروج المصلين وخروجهم وعدم استعمال مثلا اماكن روضو احمد تفي مثلا يجي تسنا الزرجون اكسنا روضو غاسن تسمى كيزودرين 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 سجاد انسن اكسنا كيزن اذن ميكا ميغات كن ياكوسن سنيغ تشانك لا تنسن فهمت وقع تنسيق زمانية السلطات يعني المحلية وعرا إشارة المساجد لا قام صوت لا زعما قيموش الظن يعني يعني وسائل نس راه الاشاره يعني القائمين على المساجد. اذا ومثلا غنغضر مثلا اشيد زعما قلت غنغضر نزيدها قناه مسجد الفتح مثلا مسجد امسفورت يعتبر من اكبر المساجد اذا غنغضر في هولندا. مسجد الفتح. مسجد القران صوم عينات سيناتينات اماكن يعني غسل ويعني والاحتفاظ بالجثه يعني حتى اتوين غا المغرب يعني مسجد يعني مسجد الفتح مسجد مقوم ذايس كل شيء مقوم ذا قسم من الجميع يعني والقائم الصاهر عليه مثلا غنضيج الامام مثل الناظور مثل عرين الشيخ قناص الامام سي نور الدين الطلحاوي يعني تحيه سي نور الدين الطلحاوي نعم وزعما تيشغل سيدي رمضان قران لان طيله شهر رمضان تيش الدروس المواعيد يعني عن الهواء عن بعد تليفون سيازم تليفون سيازم يوذان يعني السكينه يازمينيش نشكر ما قاس التليفون خص صباح جيرس مرمي ما قاس التليفون يكتيخ في التليفون تيشهد الخبايط تيشهد المعلومات ما مش عاوزنيش لان مش غايدا خير رئيس المؤسسه المغاربه هذاك مش انا ما نش عاوز نشتيش غي وزن نظام تيش غاز المخبورات زعما اجن التعاون اجن تويزا ثم غاس والطاس والصباح ونجرا اذا هولندا مش تبع ما كيدي اكو تمث وميناش وعاد وسدين وم مش تجي ذا ونزوان امان اذا هولندا وثا الزمثيم زيدا وينس انها واحد دي سبعه تحت طبعا اجراءات احترازيه تجهد سواء دي التنظيف دي التباعد دي الموكيت دي الدخول دي الوضوء دي السجادات مجدا غير كشا ونتحيه مثلا سي نور الدين الطلحاوي الامام طبعا انت مزيده يا يمغان دي امس فورت تمزيده الفتح ان شاء الله هذا نغيري غنغيري مستقبلا لاقا اخ تمزيده يا يمغان سوا الطاس وذايس كشي سواء الجثه سواء الغسل الناس سواء الدروس سواء المراكز سواء ديس كلشي اذا تحييغ ومثلا سي سعيد نور سعيد بالقاسمي ود عقبه غير الاخ نغ زكليمان طبعا المانيا مش نغيسشن ومثلا سي عمر كونتيش عن اتحاد المساجد المالكيه
وادين بوشن الزيار وادين بوشه وبلع خل المساجد. تفضل الاخ النغصي عمر. سي عمر كنتيش واه الاخت يمسك منك شميز نظريه تقولي من عظيم مغربيا رفع النظام عاونا ندير اي محاوله ما حد مشكل. اذا انتوا منظمين الحمد لله. منظم ويكشيجين تصوات لأوروبا كامل الإسلام تغمر لم يتبط لحظ المسلمين بلو عنه والنظام هامجين وإنه الشهد لله يبدل سباني ودن سان من النظر وخطو غانغ الحرية نفقه ودن أحتار من القانون سبحان داغي جن الحرية الأديان تام قران وعدمال السلطات الحكومة الشريفة شي مرع الضبط ولكن ودن أحتار من ونشممش توريغ الأهمة غتنعيش عميد يقوان ماشي عامة عامي ديكو خميا نقص المدخول خميا نقص العمال خميا نقص وينات الاقتصاد الليمان خميا نحسو لا نشتي مزيده وين نحكي الاخوان هذا نقسم يودا ونتمنى هذا السلاح الخدمات هذا السلاح الطف الحوايج هذا نقسم الحكومه والليمان يقراش عامي ديكو انا اللي نقص الطف خوسي اذا الجائحه الكورونيه عاد عاد تكوار والتاثيرات النس يعني عاد في فرس النس عاد داسن ذي مين ديكو ان شاء الله المهم تعدو عاد هذا ان شاء الله ونشتي كيف يمسر من خصو تقول الحمد لله غنغش القوي وش نقدر ندير النغ وانت تفهموا عن المغرب وانت تقول الاخوان النغ ومره من تقل تحيه كني وخمار الاعمال يثقيم تحيه كني مره من تقل وموني كاين شادي يشوفوا ان شو اللي مال بوزيتيف يجي العمل يبان نشتي نتعاوني ولكن يخسر وانت رجع حتى نشتي نستند الدوله النغ نستند الضعف النغ يخسر نشتي انا عارف شو تسموها النغ ويتصل الاخوان عارين عاونوا ونعاونوا ان شاء الله ان شاء الله وانتو في الجيله والنغره ان شاء الله من تو وتحيه مار الاخوان يجين فوس وانتو الاخوات الاخوات قلت لك العمل العظيم وهذه يظهرها الاخوات يظهر يظهر خمين قال الاخوان قد خمين قرايز قا اوتوماتيك موقع الاخوات دعمت ودعوا بنتي 8 سنت وقت سنت كل شيء بالله ربدا الحضور انت مغاث النغ طبعا سواء دي المغرب سواء انت مغاث النغ يجانا جماضي ومان التاريخ وزمار ذي تو من تقافة مغاثة زقامي تروح يعني واث غريق تروح تعب الأجيال غزاء كني ويجان نهارا قا كني ودي جن زمار يجن غجث ذي مين يعذون انت مغارينا غيروحن وقابر انتاوانسن قابر انتوندرينسن سبانتي الغربة ولكن جنتي جن التاريخ يشنا وثي مغاري النقين عاد الحمد لله خدمن سواء ندير العمل الاجتماعي سواء ندير العمل السياسي سواء ندير مزيداوين تحيه خنزل من برا ونشط مغات تحيه كني ومره وتسجم خا كنت مره خي مغاري النغ ان شاء الله هذا مكغيج اللقاء خاصي ثم غات النغ العقبه غاسي صالح القاضي سي صالح القاضي اهلا كما بخامينا شو عاد حق خومات مقبل سي محمد في وضم وسيدي بصحة بصحة طبعا قاس وجد متايس وجد متايس نشينا قند جوز ولكن يخسرنا عقب حتى الدهر عادي غنش هاتي روحوا بجمع خاصة لو ميني مرحبا بكم ولا ميني بجمع شوي نودس عبر الاثير نودس ان شاء الله عبر الاثير نيشان ولا في الواقع ثم بجمع خالق السي صالح حقيقة كني وقور وقاتو تسمانو غير جمع وردان كار خصتيني شكرا الله يجزك بخير من دم غني في خل الدعاية اسمع نشوف مش تحية في مغارة وتفكام كيف مثل ما جمع ذي ومان وسلبنا ما جايت قد ما مش جيدا ونزوانا ما ونزل أو نزوانا من تعجيب أو نزوانا من تعجيب أخ البرنامج جاء بدأت بعيث و ونتش كمار يش مثل خي مزيغ نجيت جن ايجن مجهود باش اطوت مزيغ هذا تحسن مارة يوزان دين عالم يكمر والحمد لله نتمنى الجائحة يسمونا مارة مزيغان وتمنى ماري مغربيين بنفوس بفوس عاونا ماري مغربيين بنفوس بفوس السور انت برات اثقل جنب السور المعاونه نسمغيه في نفس المغرب ما لاني غادي نيوا اتمنى خير من الشعب تشكاري شنو تفضل شي حفظها ربي شي حفظها ربي سي صالح القاضي ولا الاخ النغصي عمر كنت نجمع حفظها ربي الله يحفظكم تحيه لاخواننا غاث الداثم بالكبير ذو مثل نغسي سعيد ولاد ابراهيم ذو مثل نغسي صالح القاضي تحيه متبادله وتشمت نخلي امنه تحيه متبادله لكن يحفظها ربي الاخواني نو يسحسن يتبع البرنامج نعجماوهم سيمانه ديوسين اكيد غير الضيف استبعوا طبعا والوسائل الاحترازيه غدا خري الاستوديو ميس بن طيب مازيغ النغ الدكتور سعيد عبقار ميس بن طيب وانت
باحث ضمقران ديمانية طبعا كورونا خمس سوال في علم البيولوجيا الدقيق علم الفيروسات مس تندين تنبنطي بمش النيغ يغرق أمريكان ذ كندا ذ أوروبا نطحب الزيس الأسبوع المقبل لكن غيري داخل الأستوديو مرن الدار إن شاء الله طبعا غنغطس مش النيغ يار قصن غريني وذن غال مناصب تيم قرانين ويعقب غال المغرب رخوش يمدي ربما ست شهور نيغ سبع شهور زقوم يديوسا غال المغرب غير ربط نسيتي ماسي صورة في غزات وكيري غيري ذا نوجي الأسبوع المقبل داخل الأستوديو وتمثوا مينا شو عاد تحيي نوجي ونعزني تغكيدي طبعا تحيي كني وسوى الطس سعيد نور سعيد بالقسمي إن شاء الله كيشيري جل لقاء خاص أكسي سعيد خل مسار النص طبعا وجي يزد مني الملك الهولندا يكشس الوسام عمني يعذون ومثلا غسي سعيد بالقسم مستشار بلدية أمسفورت تحيغ زقليمان طبعا رئيس اتحاد المساجد المالكية سي عمر كونتيش زي ألمانيا كذلك تحييغ جمعية بني مدين للتضامن والتنمية يغيرين قسنا قسم منه مثلا غسي صالح القاضي ومثلا غسي سعيد ولد إبراهيم السي بالكبير الأسبوع المقبل نغسي ملدي قوان البرنامج أذيري زيث نعاش أرواحيت إن شاء الله وديري أكسي سعيد دكتور سي سعيد عبقار باحث في علم البيولوجيا الدقيقة وعلم الفيروسات تحييغ جنود الخفاء المهندسين الصوت ذي النقاب التليفون وتشمثهم نزهة ذو مثهم كمال زاثي الميكروفون وتشمثهم من شعة أرسي من أديوسين